زار وفد من نقابة الصحفيين فرح صلاح الدين شركة مصافي الشمال، والتقى المدير العام قاسم عبد الرحمن حسين وعدد من مسؤولي الهيئات والأقسام فيها. وفد النقابة أكد الدور المهم الذي تقوم به الشركة من سد حاجة عدد من المحافظات بالمشتقات النفطية. وأكد حسين أن ما تنتجه المصافي وصل ل 120 ألف برميل يوميا، مؤكدا العزم على تطوير وإصلاح وإكمال ما خربه الإرهاب من أجل إعادة الطاقة الإنتاجية لتصل إلى 300 ألف برميل في اليوم. الحمد لله، كانت اليوم لنا زيارة مع وفد نقابة الصحفيين والأخوة في القنوات الفضائية إلى مصفى بيجي مصفى الصمود. اطلعنا حقيقة على الإنجاز الكبير والإبداع والجهد الكبير للكادر العامل في هذا المصفى. وجدنا هناك همة كبيرة، ووجدنا هناك روح وطنية وثابة. نتمنى إن شاء الله لهم الموفقية والمزيد من النجاح والتقدم. يعني باسمي وباسم كل الصحفيين نشكر كل العاملين في هذا المصفى والخيرين والمبدعين. نتمنى لهم إن شاء الله المزيد من النجاح، ونراهم إن شاء الله في أحسن حال. إلى أخواني وزملائي الصحفيين، أتمنى أن يأتوا لزيارة هذا المصفى وهذا الحقيقة هذا الإنجاز الكبير وهذا الصرح الوطني الكبير اللي ساند اقتصاد البلد وساهم في حل جميع الأزمات التي يعاني منها المواطن. إن شاء الله من نجاح إلى نجاح آخر. الحمد لله، وبالجهد الوطني ونفتخر بذلك أكملنا تأهيل وأعمار مصفى صلاح الدين واحد بطاقة 70 ألف برميل ولكافة وحداته، ومصفى صلاح الدين اثنين أيضا تم إنجاز أعماره وتأهيله وأدخل حيز العمل بطاقة 70 ألف برميل. وحاليا مصفى بيجي ومصفى الصمود هو حاليا اسم مصفى الصمود بطاقة تكرير 120 ألف برميل في اليوم، وينتج كافة المنتجات الخفيفة التي هي البنزين والكيروسين النفط الأبيض والغازويل، إضافة إلى المشتقات الأخرى التي هي النفط الأسود والنفثة. ولدينا خطط ومشاريع لإكمال أعمال التأهيل والإعمار لمصفى الشمال الذي هو بطاقة 150 ألف برميل، وتم التعاقد كمرحلة أولى مع ائتلاف الشركات اليابانية تشودا ومسيوبيشي وشركة شالك التركية على تقييم الأضرار وأعداد وثائق الأعمال التأهيل والإعمار لهذا المصفى. استلمنا المصفى يعني بعد الاعمار، بعد احداث الداعش الارهابيه من 2014 دمر المصفى الى خراب ودمار، واستلمنا بقايا مصفى، مو مصفى كامل، وبلشنا الاعمار به. استلمنا المصفى بتاريخ 2017، يمكن سنه 2017 بدايه نهايه 17 او بدايه 18، وبلشنا ان شاء الله الحمد لله، وقدرنا نشغل تكرير صلاح الدين اثنين بشهر 9/2018 بطاقة تشغيلية تقريبا بين 50 إلى 60 ألف برميل، وهدرجة وتحسين صلاح الدين واحد بشهر 7/2019 ضمن نفس الطاقة التصميمية، والتكرير صلاح الدين واحد وتكرير صلاح الدين اثنين، وجهود وطنية عراقية خالصة بدون أي اشتراك جهة أجنبية بالموضوع هذا، من المعدات الهندسية الثقيلة، من شركة مشاريع النفطية، من وزارة النفط، وكل برعاية ودعم من السيد وزير النفط ووكيل وزير النفط والإدارة العليا المتمثلة بالسيد مدير عام شركة مصافي الشمال أستاذ قاسم عبد الرحمن. حقيقة هيئة الطاقة من الهيئات المهمة في هذه الشركة، التي أيضا لها مهام كما ذكرنا وأهداف، وقامت من أول ما بدأ الإعمار في هذه الشركة وتوجيهات الوزارة، التوجيهات المركزية من قبل الوزارة بإعادة تأهيل هذا المصفى، قامت أيضا
بتأهيل وحداتها من أجل إيش؟ من أجل توفير كافة المستلزمات الخدمات للوحدات الإنتاجية الأخرى. لا يمكن الكلام وحصر الكلام بدقائق في هذا المجال. شركة مصافي الشمال شركة عملاقة مرت بظروف صعبة جدا من قبل الإرهاب. طبعا قسم المستودعات من الأقسام المركزية المهمة في شركة مصافي الشمال. يقع العاتق هذا القسم تصريف المشتقات النفطية المنتجة جراء عمليات التكرير والتصفية للنفط الخام في مجمع بيجي ومصفى الصينية، مستودع الكيسك ومستودع القيارة. يقوم هذا القسم بتصريف كافة المنتجات النفطية المنتجة من ناحية البنزين العادي والمحسن، النفط الأبيض، زيت الغاز، زيت الوقود. باشرت الكوادر الفنية والهندسية اللي متمثلة من الكوادر لشركة مصافي الشمال وكذلك من الشركات المساندة لوزارة النفط المتمثلة بشركة سكوب والمعدات الهندسية الثقيلة، بعد فور استلام المصفى من بعد التحرير من عصابات داعش تم الشروع مباشرة بإعادة إعمار الوحدات التشغيلية التي تعرضت إلى الخراب، ما يقارب في بعض الوحدات إلى 90%، وبفضل الله ومنته تم الرجوع بالطاقات التصميمية اللي هي متمثلة لكل مصفى، مصفى صلاح الدين واحد وصلاح الدين اثنين، لكل مصفى منهما 70,000 برميل باليوم.